هذا ومن جانبه أعرب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة. وفي التدوين له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال بن زايد إنه بحث مع أخيه الرئيس السيسي تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة والرؤية المشتركة نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.